مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى. الحقيقة معانا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. وزارة التضامن الاجتماعي بدأت منذ 2014 في تغيير سياسات الحماية الاجتماعية التقليدية، منذ مدى المساعدات النقدية للفئات الأولى بالرعاية إلى سياسات متكاملة مع بعضها البعض. حابين طبعا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف الأستاذ الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم ومستشار وزير التضامن للسياسات الاجتماعية. صباح الخير دكتور. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، منورنا ومشرفنا في صباح مين. ربنا يخليك، صباح الفل. أهلا بحضرتك. الحقيقة دكتور يعني حابين نعرف من حضرتك يعني ملامح السياسة المتكاملة طبعا اللي تبعتها الوزارة لحماية الفئات الأولى بالرعاية والأولى بالرعاية. طبعا حضرتك، احنا التضامن الاجتماعي من 2014 و30 يونيو بدات انها تغير في السياسات بشكل كبير، وبدات كمان في شهر في 2015 بدانا نتخلص من كافه السياسات التقليديه التي كانت تهتم بالرعايه الاجتماعيه العاديه جدا، وهي مساعده كان دايما عباره عن الرعايه الاجتماعيه والدعم عباره عن مساعده ماديه صغيره جدا لا تشبه احتياجات الفرد ولكن لا تحل مشكلة، لا تساعد في حل مشكلة. التحول الذي حدث هو التحول من الرعاية إلى الحماية الاجتماعية بشكل كبير وبشكل واسع، من المفهوم الضيق إلى المفهوم الواسع، بمعنى أنه التحول من الرعاية إلى الإنتاج أو من الحماية إلى الإنتاج، من الشخص كان بيتلقى مبالغ نقدية عادية جدا تكفي لإشباع احتياجاته ولكن مستمرة مدى الحياة، لكن ما حدث الآن هو دعم نقدي مشروط، بمعنى انه هذه المشروطيه مرتبطه لا تزيد عن 3 سنوات، بمعنى انه لو استمر العميل يحصل على دعم نقدي لاكثر من 5 سنوات تبقى انا شبكه الامان الاجتماعي شبكه ضعيفه، ولكن لابد ان يستغني عن الدعم النقدي ويعتمد على نفسه في اشباع احتياجاته. وهذه المشروطيه كمان انه مش بس ياخد دعم نقدي، لا، انت عشان تحصل على دعم نقدي لا احنا كدوله لينا مجموعه من الشروط، منها محو الأمية، منها عدم الزواج المبكر للفتيات، منها الرعاية الصحية للطفل والأم، منها عدم تسرب الطفل من التعليم، وبالتالي أنا بحقق التنمية الشاملة والتنمية الحقيقية التي تستطيع أن تنقل الفرد ومن ثم المجتمع من أوضاع اجتماعية واقتصادية وثقافية دنيا إلى أوضاع أفضل وأرقى تتلائم مع كرامة الإنسان المصري التي ينشدها السيد الرئيس في كل لقاءاته، ومعظم سياسات الدولة تكفل تحقيق هذه الحماية التي تحافظ على كرامة الإنسان المصري. يبقى التحول من التلقي الدعم النقدي إلى أنك أنت تنتج، وبالتالي هذا الإنتاج عندنا سياسات للتخارج، بمعنى أنه وأنا بديه دعم نقدي بحاول أوفر له مشروع إنتاجي صغير، بحيث أنه بعد 3 سنين يبدأ يتخارج العميل من برنامج تكافل وكرامة أو الدعم النقدي المشروط إلى برنامج فرصة أو إلى برامج أخرى تاني تعطيه تمكين اقتصادي ودعم نقدي، طبعا بتقديم كافة التسهيلات والضمانات البسيطة جدا التي تكفل ضمان الفئات الأولى بالرعاية إلى الإقبال على المشروعات الإنتاجية الصغيرة. بمعنى أنا بديله دلوقتي 15,000 جنيه مثلا، بديله مشروع إنتاجي مرتبط بالأمن الغذائي المصري، بديله 4 كاتلز من الماعز أو الأغنام 6، بديله 4 أمهات وطفلين صغيرين، بديله بما تكلفته 15,000. لو سدد 7,500 بيتم إعفائه من 7,500 التانيين، وبالتالي أنا كمان بشجع بحقق الأمن، بساعد في تحقيق الأمن الغذائي المصري. 2، بعمل تسهيلات، مش بقول له هديك بفوائد أو بمصروفات إدارية، لا، ده أنا هديك المبلغ ولو سددت 50% منه هيتم إعفائك من باقي القرض اللي انت حصلت عليه، وبالتالي انا برضو بساعد بشكل او باخر انه يقدر يستمر. مش بس كده، ده انا بستمر معاه بالدعم النقدي كمان لفتره اثناء ما بيحصل على القرض، بحيث ان انا اقدر اسنده. مش كده بس، ده انا بديله كمان الاعلاف لمده زمنيه اخرى بالمجان على الكاتلز او على عدد المعيز او الاغنام اللي هو حصل عليها، بالاضافه طبعا الى الانتاجات الاكبر، ان ممكن ادي بعد كده بقره عشر او جاموسه عشر او غيره، بحيث انه كمان واقدر اضمن كمان ان انا اشتري منه المنتج وابيعه في مكان تاني واديله كمان الاجر بتاعه.
يعني مش حتى المساعده في التمويل والمساعده في التربيه والمساعده في التسويق، احنا كمان بنقدر نحققه من خلال وزاره التضامن. تمام. طيب احنا برضو حابين نؤكد على يعني عدد الاسر المستفيده من الدعم النقدي ده دكتور. الاسر المستفيده طبعا حصل تطور كبير جدا في هذه المنظومه التكافل وكرامه. احنا عايز اقول بدانا بس يعني في 2015 كان المخصصات الماليه لهذا البرنامج كان 3 مليار جنيه، احنا بنتكلم النهارده في الموازنه الجديده حوالي 22.5 مليار، يعني دعم النقد زاد من 3 مليار في 2015 وصل 22.5 سنة 22. حضرتك احسب المخصصات المالية زادت قد ايه، وبالتالي عدد الأسر وصل الى 4.1 مليون أسرة مصرية، يعني 4.1 مليون أسرة مصرية مستفيدة من الدعم النقدي اللي هو اجمالي 22.5 مليار جنيه مصري. عدد المواطنين تجاوز 17 مليون مواطن مصري بيحصل على دعم نقدي من تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي بتوفره الأسرة المصرية في ظل طبعا معدلات الغلاء وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، والتي مصر دولة من هذه الدول التي ربما تتأثر مثل غيرها. طيب أنا آسف على الإطالة يا دكتور، ولكن يعني أختم مع حضرتك بي يعني وزارة التضامن طبعا بتقول اهتمام كبير جدا لملف ذوي الهمم. طبعا نحب نلقي الضوء طبعا على أوجه الدعم المقدمة لهم طبعا وأيضا لذوي الهمم من الطلاب بالجامعات المصرية. أنا عايز أنه أقول أنه ذوي الهمم في عهد السيد الرئيس حقيقي محظوظين جدا، يعني ووزارة التضامن يعني بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس أولت اهتمام كبير جدا بهذه الفئة، ووجهت معالي الوزيرة أن يتم الاهتمام بذوي الهمم بكل فئاتهم منذ اليوم الأول للولادة ومعرفة حالتهم إلى وصولهم إلى ما بعد طبعا الجامعات. عايز أقول أنه في تكافل كرامة، برنامج كرامة ده بيدي دعم نقدي غير مشروط، مش مشروط لذوي الإعاقة، عملنا لهم خدمات كارت خدمات متكاملة بيحصل عليه من التضامن الاجتماعي، وبالتالي هذا الكارت بيساعده في توفير الكثير جدا من احتياجاته على المستوى البعيد بقى، وبالتالي يطمن الأب والأم والأسرة أنه طفله الذي يعاني من إعاقة معينة في أيدي أمينة، بالإضافة إلى الاستثمار في الإعاقة وتحويلها إلى طاقة. ده توجه وزارة التضامن الاجتماعي الذي أطلقته معالي الوزيرة الدكتورة نادين القباش بأن هذا الإعاقة لابد من تحويلها إلى طاقة والاستثمار فيها لصالح المجتمع بشكل عام. على مستوى الجامعات أعلننا طبعا مبادرة التكافل الفرص التعليمية، وده بيتيح طبعا من خلال بعض الجمعيات الأهلية، وده بيتيح توفير لابتوبز لذوي الإعاقة البصرية عشان يحقق تكافل الفرص، عشان يقدر الطالب اللي عنده إعاقة بصرية في الجامعة يدخل يذاكر عن طريق اللابتوب ويدخل الامتحان عن طريق اللابتوب، مش حد يمتحن له ولا حد يذاكر له، لا، وداعا لرفيق المعاق، لا، دلوقتي يقدر المعاق يعتمد على نفسه. كمان بنوفر الاجهزه التعويضيه بالمجان لذوي الاعاقه، بنساعد لهم الاولويه في دفع المصروفات الدراسيه، بندي دورات اسعافات اوليه لذوي الاعاقه، ده بيتم من خلال وحدات التضامن الاجتماعي التي استحدثتها وزاره التضامن في الجامعات المصريه، واللي وصل عددها الان 30 وحده للتضامن الاجتماعي، منها 26 في الجامعات الحكوميه، 3 في جامعات الازهر، وحده في احدى الجامعات الخاصه، بالاضافه الى معسكرات لذوي الهمم اسمها معسكر قدرون باختلاف، نفذناها على مختلف الجامعات المصريه، بنوفر كافه الاجهزه التعويضيه، زي ما قلت سماعات، كراسي متحركه، اجهزه تعويضيه، لابتوبز كمان للإعاقة البصرية، نظارات، بنوفر ده كله بالمجان طبعا، وقدرنا خلال العام الأول إن احنا يعني ننجز، وأصبحت وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية هي علامة فارقة في تاريخ الجامعات وفي تاريخ وزارة التضامن الاجتماعي، وأصبح ليلى لدينا وزارة التضامن الاجتماعي مصغرة داخل الجامعات المصرية بتقدم كل الخدمات التي تقدمها الوزارة، وعندنا طبعا ثينك لايت اللي هو جهاز حاجة زي التابلت كده، اللي ممكن الطالب يستعلم عن أي مشكلة ويشتكي ويتقدم على خدمات التضامن بدل ما بيدور بره، مش بس دي وكمان
لأسرته إذا كان طالب عادي بس أسرته فيها حد معاق أو حد يستحق التكافل وكرامة أو عايز يشتكي أو عايز يطلب كارت خدمات متكاملة، كل ده بقى متاح داخل وحدات التضامن داخل الجامعات، وهذا يوسر الأمر على أبنائنا الطلاب وعلى أسرهم كمان، ويطمنهم زي ما قلت في الأول، يطمن الأسر. وده يهمني جدا أن الأب والأم اللي عندهم طفل معاق بتبقى عندهم يعني دايما في حالة قلق. لا، الدولة المصرية تريد أن تقول للأسرة التي لديها طفل معاق لا تقلقي، الدولة في ظهرك أو الدولة يدها بيدك، لن تتركك أبدا ولا تترك أبنائك، بل إحنا متواصلين في تقديم خدماتنا داخل الجامعات وخارج الجامعات من أجل أنا كنت لسه هسأل حضرتك، يعني هذا الدعم مش خاص بس بطلبة الجامعات من ذوي الهمم، ولكن برضو غير الطلبة كمان. نعم، الطلبة يعني بياخدوا خدمات، بس أنا كنت بتكلم بس دلوقتي عن الطفل المعاق، الطالب المعاق إذا كان هو معاق أو إذا كان طالب عادي داخل الجامعة عنده أخ معاق في البيت كمان، يعني خدمة المجتمع. ويقدر يوصل يعني يوصل لهذا الدعم إزاي يا دكتور؟ فندم، وحدة التضامن الاجتماعي موجودة في كل الجامعات في مكان معروف جدا، مش بيحصل، هو موجودة أصلا ويتم الإعلان عليها. احنا بنتكلم عن أكثر من 60,000 طالب استفاد من خدمات التضامن داخل الجامعات المصرية، منهم عندنا 12,000 متطوع كمان، بحيث ان احنا المتطوعين دول بينتشروا داخل حرم الجامعه. بننظم ندوات توعيه مرتبطه ببناء الشخصيه وبناء الانسان ورياده الاعمال ومواجهه ذوي الهمم ومحاربه الظواهر الاجتماعيه السلبيه وتحقيق مشاعر الانتماء ومكافحه التطرف والفكر التكفيري. لا، احنا لدينا استراتيجيه طبعا كبيره جدا، وده ايضا بيتم لغير الجامعه، اجنده واضحه جدا، اجنده وطنيه هدفها هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي لداخل الحرم الجامعي وخارج الحرم الجامعي مع الاسر المصريه. ده دور، لانه منذ ان اطلق السيد الرئيس رؤيه مصر للتنميه المستدامه 2030 واكد بان بالضروره ان يتم التكامل ما بين كافه قطاعات الدوله، وان الانسان وبناء الانسان هو هدف استراتيجي للدوله المصريه. كل قطاعات الدوله بما في وزاره التضامن بتتكامل وكلها بتسعى الى الانسان الذي هو بناء الانسان الذي هو هدف التنميه ووسيلتها في نفس الوقت. بيتم الاعلان في كل الكليات الموجوده داخل الجامعات من خلال وكلاء البيئه. حقيقه تحيه لكل رؤساء الجامعات والساده النواب الجامعات لتعاونهم الكبير والمثمر والعميق وايمانهم برساله وزاره التضامن الاجتماعي داخل الحرم الجامعي، ومنذ ان وجهت معالي الوزيره الدعوه ليهم بنهايه 2020 وتم توقيع البروتوكولات مع الجامعات المصريه، وفي الحقيقه انهم قدموا كل الدعم لانشاء هذه الوحدات واستحداثها وبالتالي ممارسه اعمالها. ولدينا فريق عمل كبير داخل الجامعات، عايز اقول لحضرتك تجاوز فريق العمل اللي عندنا الثلاثه داخل كل جامعه، فتجاوزنا 90 اخصائي نفسي واجتماعي تابع لوزاره التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصريه متعاقد معانا، وظيفته ان يحقق اهداف الوزاره داخل الجامعه. لدينا خطه سنويه للترمين الدراسيين وخطه لجائزه نصف العام لعطله العام معتمده من معالي الوزيره والساده رؤساء الجامعات، بتتنفذ بمتابعه شهريه وانجازات واضحه جدا. اعتقد حضرتك لو انت متابع بيان مجلس الوزراء وزاره التضامن الاجتماعي التقارير المقدمه بشكل دوري وبالصور وموثقه، بحيث انه اي حد يطلع، اي حد يريد ان يقيم هذه التجربه او يمكن دراستها او تحليلها او الاستفاده من هذه التجربه متاح جدا بالنسبه لاي حد يرغب في ذلك. وطبعا زي ما حضرتك يعني اوضحت ان هذا الكلام كله يعني بينطبق على طلاب الجامعات، او كمان لو مش طلاب او خارج الـ يعني معديين سن الطلبه، يعني ممكن برضو يتوجه لاي هذه الوحدات ويقدم شكوته. لا خالد، لا يا فندم، هو هي موجهه لطلاب الجامعات فقط. انا قلت حضرتك انت لما كان السؤال على المعاقين، قلت المعاقين داخل الجامعه ممكن يروح بنفسه، لكن افترض انه طالب عادي وعنده اخ معاق ليه بره الجامعه، اللي هيقدم له طالب الجامعه برضه. وحده التضامن داخل الجامعه ما بتخدمش حد، لان انا دخولي الجامعه ده مش انا لا املك وزاره التضامن هذا الحق، الجامعه هي اللي بتخرج وبتدخل، وبالتالي هو مش طالب جامعي، فمحدش هيدخله من باب الجامعه اصلا.
لانه دي اجراءات تانيه. لكن ممكن الطالب داخل الجامعه يستعلم عن والدته، يستعلم لوالده، يستعلم لاخوه او لحد هو عارفه. احنا كطلاب مش هنقول له لا لو هو جه، بس بشرط اللي يعمل الفعل ده لابد ان يكون طالب جامعي. يعني هو طبعا جهد كبير حضراتكم بتقوموا بيه، وطبعا احنا ملاحظين هذا الجهد الكبير ومشكورين عليه طبعا، وان شاء الله يعني نرى مزيد من هذا الجهد اكتر واكتر. وزي ما حضرتك عارف طبعا احنا يعني اهتمامنا كبير جدا، والرئيس بنفسه بيهتم بهذا الملف، وان شاء الله نراه في افضل وافضل فتره مقبله رب ان شاء الله. دكتور ان شاء الله يا فندم، شكرا لحضرتك طبعا كل لأن اللي بشكر حضرتك جدا على وقتك وعلى المعلومات القيمة اللي حضرتك قلتها لنا. الأستاذ الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة ألف يوم، مستشار وزير التضامن للسياسات الاجتماعية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.